النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 119 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 22 من شهر أغسطس 2024 وتنتهي في 21 من شهر أغسطس 2025. كما يبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.75%، وبلغ معدل سعر الخصم 94.58%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 248%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2,110,000,000 دينار بحريني. والآن نترككم مع دالة الأسواق المالية الخليجية. لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعا يوم الثلاثاء مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن وسط ارتفاع غير مسبوق، مدفوعا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% عند 2522 دولارا و17 سنتا للأوقية، متجاوزا المستوى الذي سجله يوم الجمعة. وارتفعت أسعار الذهب نحو 20% حتى الآن هذا العام، مدفوعة بالتفاؤل حيال بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب الأوضاع الجيوسياسية. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دبي السيد جوزيف ظاهرية، كبير استراتيجي الأسواق في تكمل. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. ويعني شهدنا الآن ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الذهب مع ترقب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فكيف تقرأ هذا المشهد؟ نعم، شكرا للاستضافة. يعني بالنسبة لسعر أونصة الذهب، نعم عادة لها علاقة طبعا عكسية مع معدلات الفائدة، ومثل ما بنعرف أنه تقليص معدلات الفائدة من قبل الولايات المتحدة وقرار الفيدرال الأمريكي بتقليصها رح يبتدي بشهر سبتمبر القادم إذا الله راد. فهذا الموضوع بيخلي السندات الأمريكية جذابة نوعا ما، وبالطبع بيضغط على العوائد على السندات، ولما يتراجع العوائد على السندات هذا الموضوع بيضعف الدولار الأمريكي وبالطبع يدعم صعود سعر أونصة الذهب. ولكن بالفترات الأخيرة كنا عم نشهد ارتفاع للعوائد على السندات الأمريكية عند صدور بعض البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة، فطبعا هذا الموضوع أعطينا نظرة عامة بشكل أو آخر على أن هنالك محركات أخرى عم تدعم أيضا بصعود الذهب. بالطبع يعني أبرزها التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في المنطقة العربية، وأيضا حتى الحرب الروسية الأوكرانية اللي بعدها عم تتأزم يوم بعد يوم، بالإضافة إلى الشراء الضخم أيضا من بعض البنوك المركزية بالفترات الأخيرة، وأيضا التحوط من الأفراد حتى حول الضبابية الموجودة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، عم بيزيد من الطلب من الأفراد، وهذا أيضا عم يدعم صعود سعر أونصة الذهب. نتوقع على المدى الوسط للأبعد شوي يكفي هذا الصعود لاستهداف قمم جديدة. هذا ما بيمنع بعض التصريحات اللي ممكن تحصل على المدى القصير طبعا، والتقلبات ترتفع شوي بالمرحلة القادمة. بالتأكيد السيد جوزيف ظاهرية، كبير استراتيجي الأسواق في تكمل، شكرا جزيلا لك.
أبقت الصين على سعر الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء بما يتماشى مع توقعات السوق، وثبتت سعر الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام عند 3.35%، وسعر الفائدة الأساسية على القروض لخمس سنوات عند 3.85%. هذا وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.